مشاهدينا أهلا بكم إلى الحصاد الرياضي مباشرة من القناة الإخبارية. المستهل بالمشاركة الجزائرية في المنافسة القارية يواجه نادي اتحاد الجزائر نظيره أورابا يونايتد البوتسواني سهرة اليوم بملعب الخامس جويليا الأولمبي ضمن منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي يدخلها بهدف استعادة لقبه القاري، يقول أمين الزاوي. بكل جدية وعزيمة تحضر تشكيلة اتحاد الجزائر للدخول في مرحلة الجد في المنافسة الإفريقية عندما تستقبل أوروبا يونايتد البوتسواني في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية. مباراة أولى راح تكون صعبة خاصة على أرض تاعنا، إن شاء الله احنا نحضروا لها، راح يجينا الشعب إن شاء الله باه يعاوننا باه نفرحهم إن شاء الله بثلاث نقاط الأولى هذه. والأوبجيكتيف تاع الفريق تاعنا كامل احنا دايرين أوبجيكتيف واحد هذا العام باه نفوزوا بالألقاب إن شاء الله، لما لا أمور نكونوا في النهائي إن شاء الله. بدينا بداية الأسبوع باش نحضروا البطولة الإفريقية. ان شاء الله نكونوا حاضرين يعني المقابله سورتو لو ديبي تاع تاع لا كوب دافريك سي بلوز امبورطون لو بريمي ماتش هو اللي سهل لك الماموريه. اشبال المدرب نبيل معلول يطمحون الى تحقيق البدايه المثاليه والاستفاده من خبره التقنية التونسي في المنافسات الافريقيه. نحاولوا باقصى جهد ممكن ان نفوزوا بمبارياتنا اللي موجوده على ارضنا ونجيبوا مينيموم 3 4 نقاط من المباريات اللي خارج باش نكونوا اولا الترشح، هذا ما فيه ادنى شك باذن الله. والحاجه الثانيه اللي هي مهمه نكونوا في المركز الاول باش نستقبلوا في دور ربع النهائي على ارضنا امام جمهورنا في 5 جويي. ابناء سوسطارة ومثلما عودونا دائما على تشريف الرايه الوطنيه قريا يسعون الى تكرار الانجاز التاريخي المحقق عام 2023. ولتفاصيل أوفى نربط الاتصال مباشرة مع الزميل أحمد صويلح المتواجد بملعب الخامسة جويليا. أحمد مساء الخير لك. إذا ممثل الجزائر اتحاد العاصمة سيبدأ مشواره القريب بعد نصف ساعة ونصف من الآن أمام نادي أورابا يونايتد وعينه على تحقيق النقاط الثلاث، إذا كيف هي الأجواء بالملعب وماذا عن التشكيلة؟ هل اتضحت ملامحها؟ مساء الخير لبنى، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذا مباشرة من هذا الملعب التاريخي ملعب الخامس جويليا الأولمبي الذي يحتضن كما قلت لبنى بعد ساعة ونصف من الآن مواجهة قوية، مواجهة افتتاحية لاتحاد الجزائر الذي سيواجه نادي البوتسواني نادي أوروبا يونايتد في مواجهة افتتاحية يسعى من خلالها الاتحاد لبداية قوية في دور المجموعات لحساب ضمن المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي تعرف جيدا اتحاد الجزائر بما أنه فاز بها منذ سنتين من اليوم. التشكيلة لم تتضح بعد إلا أن أشبال المدرب التونسي نبيل معلول يسعون لتحقيق بداية قوية ومشوار طيب في هذه المنافسة، والبداية قلت من الآن حينما يواجهون فريقا ليس معروفا وتفاديا للحسابات ولأي مفاجآت لابد على اتحاد الجزائر أن يحقق الفوز وثلاث نقاط ويبدأ المباراة بكل قوة تفاديا لكل مفاجآت. عودة إليكم لبنى. نعم أحمد شكرا على كل التفاصيل التي تفضلت بها، كنت معنا مباشرة من ملعب الخامسة جويليا الأولمبي. ضمن المنافسة ذاتها تلعب في هذه الأثناء المواجهة التي تجمع بين الرياضي القسنطيني ومستضيفه النادي الرياضي الصفاقسي برسم الجولة الأولى من مرحلة المجموعات. النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الناديين. في منافسة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم انهزم فريق شباب الوزداد أمام ضيف أورلاندو بيتراس الجنوب الإفريقي بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، هزيمة جعلت نادي العقيبة يقبع في المركز الأخير رفقة ستاد أبيدجان فيما تصدر أقول أورلاندو بيتراس المجموعة برصيد 3 نقاط رفقة الأهلي المصري. قراءة في المباراة مع أنيس مزيان. We'll be right back.
بجمهوره الوفي الحاضر على مدرجات ملعب الخامس جويلية، استهل ممثل الجزائر شباب الوزداد مشاركته الخامسة تواليا في رابطة الأبطال الإفريقية أمام منافس عنيد عرف تطورا كبيرا في آخر المواسم، ويتعلق الأمر بنادي أورلاندو بيراتس متصدر ترتيب بطولة جنوب إفريقيا. بالك نقص الحيلة والتسرع اللي قطع علينا سيرتو في الشوط الأول وين فاجئونا بالأهداف هذوك، قطع علينا شوية معنويا. بداية الشوط الثاني الهدف جا شوية متأخر بالك كما قلت بسبب التسرع، وكما قلت لك هذه نتيجة ما نحسبوش بها، إن شاء الله نخمو في الماتش الجاي بإذن الله. نشكرهم بزاف اللي ساندونا، إن شاء الله نخلفوا على الماتش اللي راهم جايين ونزيدوا نخدموا، رانا مازال كاين خدمة بزاف بزاف نزيدوا نخدموا باسكو ماشي ساهلة شامبيونز ليغ تاعنا. المباراة سارت على مرحلتين، شوط أول كان فيه الشباب خارج الإطار وتلقى هدفين أربك الفريق رغم تعليمات الطاقم الفني. بعد بسم الله الرحمن الرحيم نظن كان عندنا وجهين، وجه الشوط الأول وجه الشوط الثاني. نظن البداية ما كانتش جيدة، نتلقاو هدف في خمس دقائق لعبت أثر علينا كثير من الناحية المعنوية. حسيت باللي اللاعبين دخلوا بشويه كما يقولوا احنا في ارتباك، ما عرفناش كيفاش نتمركزوا في الملعب. شوط المدربين شهد عده تغييرات فنيه قصد العوده في النتيجه، فكان البديل مايو حلا ناجحا بعدما قلص الفارق وحرك الجماهير التي لم تتوقف عن التشجيع، وحتى تحيه اللاعبين بعد نهايه المواجهه والهزيمه داخل القواعد. فالاعتراف بقوة المنافس وتقبل الواقع نقاط تحسب لجماهير الشباب التي وجهت رسالة واضحة للاعبين، سنقف خلفكم مهما كانت النتائج. الممثل الثاني في رابطة الأبطال مولودية الجزائر اكتفى بالتعادل السلبي وعاد بنقطة واحدة من سفريته إلى لومومباشي أمام تيبي مازامبيا الكونغولي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات في انتظار مواجهة الجولة الثانية أمام يونغ أفريكانز الذي سقط بملعبه أمام الهلال السوداني بثنائية كاملة. في الألعاب الإفريقية العسكرية التي تحتضن فعاليتها العاصمة النيجيرية أبوجا، تعزز رصيد النخبة الوطنية العسكرية بميداليات ذهبية وفضية في تخصصات رياضية مختلفة، نتائج مشرفة تعكس اهتمام القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتطوير الرياضة العسكرية. عبد العزيز بن سالم. تتواصل منافسات الألعاب الإفريقية العسكرية ومعها حصد لمزيد من الميداليات الذهبية للنخبة العسكرية الوطنية. خمس ميداليات من المعدن النفيس في اختصاص الجيدو نالها كل من قسم دثر محي الدين وإدريس مسعود رضوان ورباح أحمد. أما لدى السيدات فكان الذهب من نصيب أمينة بالقاضي وهورية قدور، في حين نال المصارع محفوظ زروق الفضة وأيوب العريبي الميدالية البرونزية. حصلنا على خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وهذا الشيء نهدو للشعب الجزائري والقيادة العسكرية. إن شاء الله البطولة العالمية 2025 في ألمانيا إن شاء الله نكونوا أحسن ونمثلوا الجزائر والجيش الشعبي الوطني والقيادة العسكرية أحسن تمثيل على المستوى الوطني والدولي إن شاء الله. وفي مسابقة السباحة القتالية حقق المنتخب الوطني العسكري المرتبة الثانية معززا رصيد الجزائري بميدالية فضية جديدة بعد تنافس مع كل من منتخبات نيجيريا والسنغال.
وفي الكرة الطائرة واصل منتخبنا العسكري عروضه القوية وعزز حظوظه للتتويج بالميدالية الذهبية بعد فوزه على منتخب كينيا بثلاثة أشواط لشوط واحد، متصدرا بذلك الترتيب العام للمنتخبات المشاركة برصيد 9 نقاط. ختام جولتنا الرياضية، شكرا لكم على المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.